مدام كرامة، العصبية عمرها ما كانت حل لأي مشكلة. اللي عندك ده حالة نفسية مؤقتة، وإحنا خلاص حلولها قربنا منها. أنا حاسس وعارف إنك تعبتي، لكن صدقيني رجوع صوتك ده مش مرتبط بحالة معينة، ده بس عايز شوية تمرين وإرادة منك. تاني هنرجع لموضوع الخلفة ده. خلي أملك في ربنا كبير، ما أنا قلتلك مش وقته، وبعدين أنت مستعجلة على إيه؟ أنت لسه صغيرة. جوزك مش فاهم ماله؟ ما أنت لازم تصرحيني يا مدام كرامة. حسد نفسك انك ست، انت مش ناقصك اي حاجه، لازم هو يفهم كده. ومسألة صوتك دي قلت لك دي حاله نفسيه مؤقته وهتزول، واذا كان هو اللي ضاغط عليكي بالشكل دوت يا ريت تبعتيهولي هنا العياده اقعد معاه وافهمه. خلاص بلاش، بس عايز اسالك سؤال. العلاقه الزوجيه يعني العلاقه الخاصه بينكم طبيعيه ولا؟ مفيش كسوف بين المريض والدكتور بتاعه، لازم اعرف عشان اعرف اعالجك. يعني ايه مشغول ولا مش عايز؟ يعني ايه مخنوق منك بسبب اشاراتك ديت؟ دي مش اشارات صم وبوق، دي مجرد علامات عشان تتواصلي بيها مع اللي حواليك. مدام كرامة لازم تعرفي انت مش خارصة، انت عندك مشكلة نفسية مش اكتر وهتزول. اكيد في امل طالما ربنا موجود، بس المهم ان انت تساعديني. اهدي اهدي يا مدام كرامة عشان نكمل الجلسة.